لبعض القردة عيد كالجابون الأسود الذي يقطن غابات جنوب الصين، ورغم تسميته بالأسود إلا أن لونه قد يكون أصفر أيضا. وتتميز هذه القرود بأصواتها المرتفعة والتي تطلقها لإخبار الآخرين بمواقعها وحماية مناطقها. يملك صوفا كثيفا من الفراء لدرجة أنه يمتص الماء، وقد يغرق القرد إذا حدث وأن وقع من الشجرة في النهر. والجبون الأسود ينام طوال الليل، لكن الحيوان السري ينشط ليلا، وهذه هي معلومة.